فريق الكرة الطايرة في نادي الزمالك تاريخه مليان أساطير ونجوم على مر الزمان، بداية من تأسيس الفريق اللي كان أول فريق يلعب كرة طايرة في مصر. علشان كده لما تحب تتكلم عن الأساطير دول هتحتاج سنين وسنين وجيل بيسلم جيل. كتبوا أساميهم بحروف من ذهب في تاريخ فرسان 100 عقبة، واستحقوا إنه يكونوا أبطال لقصص عظيمة في تاريخ نادينا الملكي. بطل قصتنا النهارده هو الأسطورة محمد أبو الذهب، اللي كان واحد من نجوم الجيل الأول لفرسان 100 عقبة في نهاية الخمسينات والستينات، اللي كونه الأسطورة محمود الفرنواني مؤسس الكرة الطايرة المصرية والزملكاوية. كابتن محمد أبو الذهب لعب مع جيل تاريخي للكرة الطايرة المصرية زي نبيل قطب وبهاء عبد الودود وعصام الوشاحي وهاني عبد الودود وسعد زغلول وحسام منظور وطارق محمد منظور ونور زكي، وقدروا يحتكروا كل البطولات المحلية لمدة 9 سنين بالتتويج ببطولة الجمهورية وكأس مصر. بطل قصتنا كان كمان ضمن الجيل التاريخي لمنتخب مصر للكرة الطايرة اللي شارك في كل البطولات واللي فاز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية ولقب البطولة العربية كمان والمشاركة في أوروبا مرتين. تاريخ كبير وإنجازات عظيمة حققها كابتن محمد أبو الذهب مع جيل العظماء في الكرة الطايرة الزملكاوية والمصرية، هتفضل شاهدة على مسيرة واحد من أساطير ألعاب الصالات في قلعة البطولات.